التي غاب عنها لست سنوات كاملة بعد أن حصل على ستة ألقاب. هنا محاولة سريعة ولكن الكرة بتتخلص وبتبعد. هنا مفاجأة قطرية لهذا النادي. طارق التايب، طارق العجائب، يرسل الكرة عرضية عالية في مكان راسية والكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية فيها، يتقدم فيها، ما زالت المحاولة قائمة، فيها التمرير، الكرة فيها السقوط، فيها تسديدة قوية ولكن التعيع بثبات. طارق التايب بنظرات بمتابعة، طارق يتقدم، بيلعب لك كرة عرضية عالية في مكان هساوي. الله، ابن مكة، ابن مكة، مواليد الإمارة. المتقدم ضاح النوبي في زيادة عددية الآن، في تقدم الآن، في كرة عرضية قوية ولكن الكرة إلى خارج الملعب.